بالنسبة للأذان الذي اشتهر عن المسجد الحرام الذي هو عرف بالأذان المكي أو بالأذان الحجازي، هكذا توارثته الأجيال وهكذا أخبرنا به كبار المؤذنين. يعني أذكر من المؤذنين الكبار الذين توفوا قبل 20 سنة كان يتكلم عن هذا وهو أذن من قبلها ب50 أو 60 سنة، حوالي 80 سنة هذا الكلام كان الأذان على هذه الطريقة، وهناك تسجيلات أيضا قديمة تصف الأذان على هذا النمط. وهذه سبحان الله هذه أمور يعني ليست توقيفية، أمور الأذان أو مقامات الأذان، فكل بلد له اجتهاده وطبيعته في ذلك. فعندما تسمع الأذان الحجازي أو المكي تعرف أنه هذا منتسب إلى مكة أو إلى المسجد الحرام، وعندما تسمع الأذان المصري يعني تعرف أنه هذا الأذان يعني من أرض مصر، وكذلك الأذان المقدسي الذي هو مرتبط بالمسجد الأقصى والشام وهلم جر. فلكل بلد طبيعة في التعبير بأجمل وأندى الأصوات. العبرة والخلاصة في النهاية أن يكون المؤذن صاحب صوت ندي يدخل في القلوب ويبعث فيها الشوق إلى عبادة الله سبحانه وتعالى والإقبال على هذه الصلاة. يذكر أحيانا أن المؤذن بجمال صوته يدفع الناس أو يجذبهم إلى الإقبال على بيوت الله سبحانه وتعالى. الأذان هو شعار الإسلام وأعظم شعائره، فهو يضم أعظم العبارات والجمل التي تصف هذا الدين. إن واجهة كل بلد مسلم هو الأذان، فإذا ما سمعنا الأذان في بلد ما علمنا أن هذا البلد وهذه الأرض هي أرض مسلمين وأرض إسلام. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان بأنه الدعوة التامة، حيث حوت تعظيم الله سبحانه وتعالى. فابتداء الأذان بالله أكبر كما حوى الأذان أعظم أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الركن الأول، الشهادتان. ثم يأتي بعد ذلك الركن الثاني في الدعوة إلى الصلاة في قول المؤذن حي على الصلاة، وبقية الأركان وبقية أمور الدين تندرج حول دعوة المؤذن أو تحت هذه الدعوة حي على الفلاح. هذه الدعوة التامة، وهي دعوة في الحقيقة لأنها مغفرة للمؤذن امتداد صوته. فالمؤذن عندما يرفع الأذان إنما يلتمس بهذا النداء رحمة الله سبحانه وتعالى. ولما كان الإسلام دين نظام ودين اجتماع للناس شرع هذا الأذان.